مسار تنموي وصفه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة بالمستدام والشامل بمختلف المجالات في مدن ومحافظات ومراكز وقرى المنطقة في الجلسة الختامية لورشة عمل عنونت بتنمية منطقة الباحة التحديات والحلول. إن تنمية منطقة الباحة والارتقاء بمستوى الخدمات بها تحتل أولوية قصوى لدينا منذ تكليفنا من سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بمهام خدمة هذه المنطقة وإدارة شؤونها. ولا يخفى عليكم أن التنمية بمنطقة الباحة بحاجة ماسة إلى عمل استراتيجي مؤسسي تتضافر فيه الجهود والمبادرات والمشاريع لكي نرتقي بالمنطقة إلى وضع تنموي أفضل. ونؤكد لكم بأن هدفنا هو تحقيق تنمية مستدامة شاملة في مختلف المجالات في مدن ومحافظات ومراكز وقرى المنطقة. خطوات تطويرية ومشاريع تنموية تسعى إلى رفع الخدمات المختلفة لتلبية احتياجات المواطنين في مجالات البنية التحتية والاستثمار والسياحة، حيث المنطقة من أبرز المقاصد والوجهات السياحية للزوار في المملكة. اليوم أنا متواجد في ورشة لتنمية منطقة الباحة، النظر في التحديات التي تواجهها المنطقة ومشاركة جميع الجهات ومن خارج المنطقة لإيجاد حلول سريعة لهذه التحديات. الهدف وضع المشكلات التي تواجهها القطاعات الحكومية وأيضا المواطنين في أهدافهم والمستثمرين ورجال الأعمال، وجمعهم على طاولة واحدة من خلال ثلاث اتجاهات. حقيقة الورشة اتسعت أفقيا لإعطاء صورة بانورامية عامة عن قضايا ومشاكل التنمية في منطقة الباحة، لم نتعمق في جزئية محددة ونترك القضايا الأخرى. وجه سمو الأمير أن ننظر إلى الصورة كاملة في هذه الورشة الأولية الاستطلاعية، سيعقبها في الأشهر القادمة ورش عمل أخرى وندوات تخاطب قضايا محددة من القضايا التي نوقشت في هذه الورشة. وشكلت الورشة رؤية موحدة للقرارات التنموية المستقبلية من أبرزها التنمية الإقليمية والعمرانية ومشاريع البنية التحتية، كما أكدت الورشة على زيادة المخصصات والميزانيات لمشاريع منطقة الباحة المختلفة.